قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هنروح مباشرة للأستاذ دكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، لنتوقف أمام يعني قيم ومعاني وتفسير هذا الحديث النبوي الشريف. أرحب بفضلتك في البداية دكتور أحمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ شريف، وأهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. شكرا جزيلا لوجود فضلتك معنا. المقصود بهذا الحديث النبوي الشريف دكتور أحمد في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى كما يخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى الرحمة 100 جزء. نعم. 99 جزء من 100 ادخرها ليوم القيامة، وجزء واحد فقط هو اللي أنزله في الأرض في هذه الحياة فيما بيننا، علشان من خلال هذا الجزء يرحم الخلق بعضهم بعضا. وزي ما جه في الحديث، يعني بين الجن والإنس والبهائم والهوام وكل أنواع الرحمات التي تتوزع على العباد فيما بينهم، تكون من خلال هذا الجزء الواحد بس، اللي هو لو قارناه بال 99 فده حاجة يعني تعتبر صغيرة، ده 1%. صحيح. إذا كان 1% وبيها كل هذا اللطف وكل هذه الرحمة، يبقى بقى 99 شكلهم عامل إزاي. فده بيفتح ربنا سبحانه وتعالى عن طريق كلام سيدنا النبي في هذا الحديث باب العمل وباب الأمل. باب العمل في الدنيا إن إحنا نشد حيلنا ونتوصل بعض ونرحم بعض، علشان في حديث تاني مشهور كلنا عارفينه: من لا يرحم لا يرحم، وحديث آخر: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى إحنا بقى نشتغل على إضفاء حالة من أحوال القلب المملوء بالرحمة والشفقة والحنان على بعضنا وعلى ناسنا وعلى أولادنا وعلى أصدقائنا وعلى جيراننا، وحتى على تعاملنا مع كل أطياف المخلوقات من حيوان. صحيح. أو إنسان. في المقابل يفتح باب الأمل، ربنا بيقول لنا يعني رحمتي واسعة، محدش ييأس، مهما عملت في حياتك فاعلم أن باب الله مفتوح. صحيح. وأن رحمة الله واسعة. فنعود ربنا سبحانه وتعالى، خصوصا كمان وإن احنا في أيام كريمة مباركة في شهر شعبان، وبعدها بأيام أو أسابيع قليلة يقبل علينا شهر رمضان، وأيام كلها نفحات ونور، فنقرب أكثر وأكثر من ربنا سبحانه وتعالى علشان نكون يعني جديرين ومؤهلين لأن ننال رحمة الله في الآخرة. برأيك في عجالة دكتور أحمد، كيف نحقق الرحمة والتراحم بيننا في جميع تصرفاتنا ونتأسى بنبينا الكريم؟ يعني لازم يتحول هذا إلى برنامج عمل. برنامج عمل إنه الإنسان يضعه أمام عينيه، وهو في بيته مع زوجته وأولاده، وهو في شغله مع زمايله، وهو في مسكنه مع جيرانه. دايما لازم نغلب جانب الرحمة في كل ما نفعله وكل ما نتعامل به مع كل الناس. فأنا لما أحط داني ده هدف أساسي من أهدافي في هذه الحياة، إني أجاهد نفسي وإني أتغلب على نفسي. النفس دايما بتأمر صاحبها. صحيح. بالانتقام، تأمره بأنه لا أنا ما يعني إيه، وكأنه لو رحم الناس وبقى إنسان لطيف كويس كأنه عايش ضعيف بينهم أو جبان أو مش هياخد حقه. لا، دي كلها مداخل من مداخل النفس الشيطان. الأمارة بالسوء ومداخل الشيطان. لازم تقول لنفسك: لا، ارحموا من في الأرض، إن القلب يكون مليان رحمة. ودايما القلب المليان رحمة ده بيبقى فضل كبير قوي. صحيح. من ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك شكرا جزيلا فضلت الدكتور أحمد نبوي على هذه المداخلة.